اسكيب، اجيب امر التريم رايت كليك في الشاشه، ابدا انظف. طيب قلنا الربع هيكون ده هو دي نهايه الثيقه، اذا انا محتاج لدان. طيب ده الربع بتاع الاسبان، دي هي الثيقه، ودي هنا برضو الربع بتاع الاسبان، ده الخط بتاعه، دي هي الثيقه، اذا انا محتاج للثيقه دي هنا. تمام انتهيت، خلاص ما عندي هاي تانية. هاجي اشيل السنتر لاين للكلهم كده واعمل ليهم اريس. تمام واجي امسح ال10 سنتي دي اريس. لاحظ معي عندي تسليح حلوي هنا وعندي تسليح حلوي هنا، داخل في الاسبان ده هنا شايل ربع من الاسبان ده وشايل ربع من الاسبان ده، وعندي تسليح سفلي علوي هنا شايل من الاسبان ده هنا الربع. تمام طيب انا كده رسمت الشوب دروينج للبيم. طيب بيفضل لي شنو؟ بيفضل لي اجي اطلع السيخ ديل، اجي اطلع السيخ ده كله كده اللي انا طلعته وعملت له تفريد ده هو، اجي اطلعه لاسفل بكوبي من الرسمه هنا مثلا كده، اعمل رايت كليك انتر. طيب هشيلها من هنا عشان المساحة دي ضيقة، هوديهم مثلا هنا. تمام وهاجي اشيل الحديد السفلي ده العلوي، اعمل له كوبي برضو، اشيل منه نسخة اعلى هنا شوية، اشيل الثلاثة ديل سوا كده بيموف لحد هنا مسافة معقولة، اشيل اتنين ديل بيموف برضو مسافة معقولة. طيب اتبقى لي التسليح السفلي، هشيله بكوبي بعد ما احدده واسحبه لأعلى هنا كده رايت كليك انتر، واجي بعد ده اشيل البيم بالكامل واحركه بموف لأعلى هنا. تمام طيب بتبقى لي شنو؟ بتبقى لي انا اجي اعمل الابعاد للسيخ بتاعي ده واشوف كل سيخة طولها كم. هاجي اعمل دايميشن، ولا ياخدني دايميشن من هنا لهنا، قال لي 16 سنت. تمام هعمل سبيس تاني عشان اعيد الدايميشن، سبيس اقول له من هنا لهنا لي على كده رايت كليك انتر، تاني دايميشن اقول له يا اخي من هنا لهنا ورينا القشة، قال لي 16. تمام هاجي اعمل دايميشن تاني عادي من هنا لهنا وهنا برضو الطريقة دي كده، ومن هنا لهنا بالطريقة دي كده، وأيضا من هنا لهنا أشوفها كم. تمام ومن هنا لهنا نفس الطريقة هنا برضو. بعدين السيخ ده السفلي والعلوي هو واحد بس هيتغير اتجاه القنشة، يعني هقطع السيخة دي 6 مرات عشان تكون للبين. طيب كده انا عملت الدايميشن بالكامل. طيب بعد ما اعمل الدايميشن بعدها بتبقى لي التكست. طيب انا هعمل التكست كيف؟ تعال شوف معي هنا النموذج، لاحظ معي موصف السيختين عامل لي عليهم خط، قال لي دير سيختين في 16. هاجي اشيل دير كده اعمل لهم كوبي معام ده، تاني اجي اشيل التوصيف بتاع الثلاثة سيخات كده. طيب تاني اجي اشيل التوصيف بتاع الثلاثة سيخات هنا برضو، بس احددهم معاهم ديل برضو هنا ومعاهم هنا برضو سفلي هنا. بالطريقة دي كده
أشيل كل annotation التوصيفية، أي شيء بيوصف ليا الحديد أجي أشيله، أجي أعمل له كوبي وأحركه، هفك الأرسو. طيب افترض أخدتها من هنا، ما في مشكلة، هعمل رايت كليك انتر، أجي أوصف عادي، أقول له التوصيف ده يمشي للتسليح العلوي ده، تمام، و السيختين ده التوصيف بتاعه يمشي لده، هنا في النص بيحط في النص هنا، وهاجي أحددها تاني الطريقة دي كده، أقول له كوبي برضه هنا في المنتصف لحد ما يصير مثلث، تمام كده أنا انتهيت من توصيف الصيغ العلوي. باقي بس أعمل كوبي من دي عشان يوريه إنه ده هو ذاته نفس الثلاث صيغات العلوية مستمرة. حطها هنا مثلا، رايت كليك انتر، تمام كده انتهيت من توصيف العلوي. باقي للسفلي، هاجي أعمل تحديد للثلاثة صيغات كده بالطريقة دي كده. طيب باقي ليش نو تاني، أوصف الصيغتين، قلنا في المنتصف لحد ما يظهر المثلث، تمام ما ضروري هو يعني إلا في المنتصف، ما في مشكلة لما يحصل تداخل زي ده ممكن أحركها عادي، أحركها كده من هنا كده، أمشي كده، تمام كده أنا وصفت الصيغتين ديل. نفس الكلام ده أكرر بالجهة اللي جاي، أقول له الصيغتين ديل هما الصيغتين من المنتصف، طيب وديل هما الثلاثة صيغات اللي هم ديل. طيب كده انا وصفت المقطع. طيب باقي بعد ده اجي امسح ديل، رايت كليك ايريس، اجي بعد ده اجي اوصف، هاجي في التوصيف اجي اوصف عادي، بس في حاجة لازم اعملها في التوصيف بتاعي، اجي اشيل ده الجاهز ده كده، هقول له كوبي واسحبه، حاجة اوصف كل صيغة على حدة. طيب اول صيغة وينها؟ دي هي اول صيغة، هاخدها هنا بالجنب كده رايت كليك، هاجي اعمل ديل تنزيل، عفوا اعمل همسح ده لأنه بسكيل كبير، إريس، همشي هنا لسكيل 1:100، هشيل ده، أعمل كوبي، وأمشي هنا، وأبدأ أوصف، أحددها كده، معاده هنا. أجي أجيب كده وين الصيغة، دي هي الصيغة، ممكن أخد في المثلث أو أجيب في أي مكان أنا عايزه. طيب أول صيغة بتقابلني بيجي بكتب الكلام ده B4، بعمل شرطة بيجي بديها 01، دي أول صيغة في الأبيام اللي هي الأبيام B4، بعمل سلاش بقول له طول الصيغة 7 متر 56، تمام. طيب 7 متر 56 كيف؟ إذا افترضنا إن دي هنا مثلا، حاجة أعدلها 7 متر و24، معلش. طيب لو جيت عدلت هنا 7 متر و24، دي هي الأصح، ومديني 7 متر و17. المشكلة ديت من وين؟ لأنه أنا جبالك هنا شلت البيم، وافترض أشيل كان العمود، يعني أعمل إسقاط للعمود ما أعمل إسقاط للبيم، لأنه السيخ ده داخل للعمود لنهاية العمود.